عقد الرئيس اللبناني ميشيل عون غرفة عمليات متابعة انتخابات المغتربين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت. وخلال الجولة أعرب عون عن أمله في أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة، داعيا اللبنانيين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية. يعطيكم العافية على الشغل اللي أنجزتوه وعم تنجزوه هلا، لأنه بالفعل منا قليلة أبدا الأتعاب يلي تستاهل العملية هاي، وهي تاني مرة، وإن شاء الله تتحسن الأمور بالأيام الجاية أو بأيام الانتخابات الجاية وبتكون أسهل من اليوم، لأن في إمكانية يكون عند كل واحد من الانتخابات كود، بيسجل الكود تبعه من البيت وبيصوت، بيجي دغري النتيجة هون بدون صناديق وبدون دورة على أي مكان على أي مكان. كانت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية قد انطلقت في 48 دولة حول العالم، ويحق ل 194,348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج، ويتنافس في الانتخابات التي تتم بنظام القائمة النسبية فقط 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. هلا لازم الكل ينزل وينتخب ويدلي بصوته. بضرورة ذلك أنا بدعي هلا هون عبرك على الجميع إنه يكون في كثافة بالاقتراع، ولازم كل واحد يعبر عن رأيه. نحن ضمن إمكانياتنا والوسائل العمل اللي عندنا وصلاحيات المنصوص عنا بالقانون عم نقوم بواجبنا.